رين بيوتي تكشف العروس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نارين بيوتي اللي ظهرت اليوم في إيفنت. كانت صراحة عم تحكي مع مدير أعمالها بيتر إنه هي بدها تدور له على عروس. كتير كتير متهاضم بيتر، عن جد بيتر، تعا يا قلبي، هلا بتوع ما بدك نلاقي لك عروس؟ لا. نمر ايضا الى اليوتيوبر اسامه مروه اللي تفاعل بمجموعه من الاستوريات، كان متضايق كثير وصرح من خلالها انه هو كان عم يصور فيديو بس فكره الفيديو ما زبطت. نمر ايضا الى شيرو اللي كان متواجد بالامس في ايفنت والتقى مع فؤاد. انا مو مجرب الاكستنشن من قبل، بس ما بعرف اذا هذا كمان يعتبر اكستنشن اللي بيكون كبسه انه مثل الكليب اون، اوكي، مو اللي بيتلزقوا تلزيق انه بيضل مثلا شهر شهرين، بحس انه ما كثير بتحمل، انه بحس انه بدي حمم رايي وهيك، انه في اكستنشن ما بعرف، بس كنت زمان بالمناسبات استعمل هدول الاكستنشن اللي بنحط هيك، انه كيف بدي اشرح لكم، اللي بتكون مثل الكليب، اوكي، فبس خلص مناسبه بشيلها، يعني انه ما بتضل